شارك سعادة السيد خالد الرماحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في أعمال الدورة 11 لمؤتمر الوطن العربي بجامعة هارفارد الأمريكية، والذي نظمه اتحاد الخريجين العرب بالجامعة ونادي كلية هارفارد لإدارة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمقر الجامعة في مدينة بوسطن الأمريكية. وقدم الرماحي خطابا في المؤتمر استعرض من خلاله دور مجلس التنمية الاقتصادية في دعم الاقتصاد البحريني وفي تحقيق النمو من خلال استقطاب الاستثمارات المباشرة ومساعدتها في زيادة أعمالها في المملكة، إلى جانب خلق الوظائف في السوق المحلية والتعاون المستمر مع شركاء المجلس في القطاع العام بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية الساعية لدعم ازدهار الأعمال وتحقيق الابتكار والتنويع الاقتصادي. كما وبحث سعادته في خطابه عددا من الموضوعات والقضايا الرئيسية التي تهم قطاعات الأعمال، ومنها أثر انخفاض أسعار النفط والحاجة إلى دعم الابتكار وتحقيق التغيير في الاقتصاد وأهمية إعداد بيئة داعمة للقطاع الخاص وريادة الأعمال بهدف المساعدة على خلق الفرص التي تشجع رواد الأعمال على إنجاز أعمالهم وتحقيقهم الازدهار. ويركز المؤتمر هذا العام على الرؤى العربية للمستقبل، حيث يسعى إلى بحث ومناقشة ما يحظى به العالم العربي من إمكانيات واعدة بعيدا عن الرؤى المتحيزة التي تحيط بالعالم العربي وتصمه باعتباره بقعة جغرافية يسودها العنف والإخفاق.